زين اخيرا، معقول اليوم هاي الرياضه النسويه كلها بس نبيل طارق وثلاث اربع اشخاص يطالبون بالتغيير بالتحقيق بالاحداث؟ انتو عندكم اربع خمس مدربين بالنادي، فتاة الشمال عندهم اربع خمس مدربين، ادهوك وغيرها بيها مدربين ولاعبين، بالعراق والمحافظات عندنا كفاءات، معقولة ما تقدرون تسوون جلسة ويا كابتن عدنان درجال او تجون للاتحاد فد مجموعة محترمة وتقول له يابا ترى هاي الاخطاء هيك وهيك وهيك دا يصير، مثل ما قلت لي يابا ترى اكو ناس دا تحاربنا حتى ياخذون الدوري من عندنا، حرمة وخلات واواز من اجل شيء، هذا دا يشتغل من اجل مصلحة هذا النادي، هذا ليش ما تحكوا كابتن؟ احنا هم الاعلامي القوم يقول لك الاعلامي هو اللي يسوي مشاكل ويحكي بكيفه وما عنده دليل، انتم وين دوركم؟ يعني احنا دورنا استاذ نبيل قلت لك يعني احنا نلجا للطرق الرسميه، يعني احنا كنادي مؤسساتي ونادي محترم وكذا، يعني ما معقول اروح ادق الباب على رئيس الاتحاد وافوت عليه قبل مباشره. التجانا للطريق الرسمي وقدمنا الطلب واكدنا على الطلب ولحد الان ما جتنا اي اجابه، يعني غير احنا المفروض مثل ما يقول نسلك الطرق الرسميه الطرق القانونيه. بس انا ارجع واسال يعني الناس اللي مسؤولين باللجنه النسويه وحتى بالاتحاد، كيف يتم اختيار كادر تدريبي للمنتخب النسوي والدوري شغال وبيه ثلاث اربع مدربين مثل ما تفضلت حضرتك؟ يعني انا مع جل احترامنا للكابتن دكتور صالح راضي لكن هو بعيد كل البعد عن الرياضه النسويه، ومن داخل المنتخب وصلت يعني هو حتى ما يعرف اسماء بعض اللاعبات. زين انا شلون اجي انطيه مسؤوليه تدريب منتخب؟ عندنا اشخاص يمتلكون امكانيه ونفس شهاده كابتن صالح راضي يقدرون يقودون الرياضه النسويه. نعم ومعروفين لدى الاتحاد والسيفيات مالتهم موجوده، يعني الكابتن سامر اللي هو حاليا مدرب نفط الشمال، كابتن رجل عنده شهاده تدريبيه اي وعنده كاريزما وتولى تدريب اكثر من فريق، الكابتن قاسم جميل، الكابتن مزن، كابتن قحطان، يعني اربع خمس مدربين موجودين، هسه على الاقل اخذه كمساعد. بس يعني المعلومات اللي عندي مازن ما عنده شهاده. هسه كابتن هسه بغض النظر من تختار شخص يكون عنده شهاده استاذ صلاح حتى تكون مهني وياك، خليني استثني حتى وين استثني انا كابتن مازن والرجل عنده خبره، يعني هسه بغض النظر عن الشهاده زين انا الكابتن سامر وكابتن قاسم يعني الناس عندهم شهادات وشهادات عاليه يعني جدا زين. هسه هو الخلل حاليا هو الخلل بالمدرب لو باداره اللجنه النسويه؟ والله هي يعني بالنسبه لي اعتبر الخلل بمنظومه الكادر كله، يعني اداره فنيه واداره عمليه، يعني باللجنه النسويه يعني احنا لحد الان انا واحد من الناس اللجنه النسويه ما لها اي دور مضمحله، الشخص الوحيد اللي موجود على راس اللجنه النسويه هي مشرفه اللجنه النسويه. من هي؟ اللي هي دكتوره رشا. هي اللي تقود كل شيء؟ يعني احنا اللي قدامنا هذا اللي انا واحد من الناس لا اعرف اعضاء اللجنه النسويه، يمكن بس دكتوره نبراس اللي هي رئيسه اللجنه نسمع، لكن كل اللي يشاع انه يعني مع جل احترامنا للدكتوره، لكن كل اللي يشاع بانه اللجنه النسويه تدار حصرا من قبل دكتوره رشا. تمام.